السلام عليكم. جيت اليومك مع مويا مع الدرويش العربي من داخل المقبرة الجديدة بعين مليلة. يعني مقبرة جديدة ما عندهاش منبع وكأنها عندها سنين طويلة، يعني لا مبالاة وتهميش يعني هذه مقبرة يعني سما في الدنيا مولاها يعيش لها قال الاخرى مرمد وزيد يتمرمد في الممات. الحمد لله على نعمة الموت. الحمد لله.